نشرت أميرة مختار 11 سبتمبر 2020 مجموعة من الصور في أثناء لقائها ببرنامج أسرار النجوم مع الإعلامية إنجي علي عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وظهرت في هذه الصور من دون حجاب لأول مرة منذ فترة طويلة. ونشوف صور فيلتها أو فيلة والدتها اللي هي طبعا ورثتها عنها. حمام السباحة، في قاعدة كده قدام حمام السباحة جميلة، وهنا وهي قاعدة برضو في الجنينة بتاعت الفيلا، مكان كده للقعدة جميل والألوان لايقة مع الشجر والكراسي خشب، وهنا وهي بتهتم بالأشجار اللي في الفيلا وبالخضرة اللي فيها. طبعا الخضرة تجلب فرح للإنسان، وهنا وهي بتقرأ كانت بتتحدث عدة لغات، كانت مثقفة جدا الله يرحمها، حتى لبسها لايق على الورد والجناين اللي حواليها. هنا بتزين حتى الشجر بحاجات مبهجة، عاملة زي البالونات الصغيرة أو البيض الملون. كل جزء في الفيلا بيحكي قصة حياة. وادي هنا صورة حسن مختار على ترابيزة في جنينة، طبعا زوجها حسن مختار الله يرحمه توفي مؤخرا أيضا. ده كان الفيلا من الخارج، وهنخش بعد كده نشوف الديكورات الجميلة جدا والتنسيق اللي جوه الفيلا، أرضيات باركيه ومحلى بفلوتو داير ما يدور، وستاير على أعلى مستوى مش ستاير عادية كده. وهنا ده مكان للتذكارات والصور الجميلة، أحن قلب وأطيب قلب، أكيد أحن قلب رجاء الجداوي الله يرحمها. وهنا جزء تاني من الاستقبال، تامر حبيب مع بنتها أميرة مختار، وادي رجاء الجداوي منورة، وهنا بوسي ربنا يديها الصحة، ورانيا فريد شوقي. طبعا الديكورات رهيبة، مش ممكن الديكورات، مش دور واحد، كذا دور فوق بعض. وهنا برضو مكان للذكريات، وكله ملفوف بحيث انه ما يتطربش، بس ملفوف بشياكة مش ملفوف كده اي كلام بملاية ولا بتاع زي ما بنعمل. وهنا برضو التكييف مع الأرضية الباركيه مع العنب الصناعي بيدي جمال للشقة أو الفيلا من الداخل. الله يرحمها كان ذوقها جميل جدا، وفي تماثيل كمان، وحتى التذكارات البرواز لكل صورة بيجمل المكان، وحوالين البراويز فروع شجر صناعي. هذه السفرة والنيش والأطباق كله في مكانه وكله حسب الأصول، هي بتفهم في الإتيكيت جدا طبعا، كانت عارضة أزياء مشهورة. وهنا مع بلبلة نبيلة عبيد ربنا يديها الصحة. كل مكان في الفيلا فيه ورد، فيه شجر، فيه طبيعي أو صناعي. هي كانت بتحب الخضرة جدا،
وكانت بتنشر الفرح في كل مكان تروح فيه. وأنا مع حفيدتها رضوى، بره الفيلا، ده كلب ملبسينه، ولاقي على الديكور كمان حتى اللبس بتاعه. وهنا ده الكاس، ده مش كاس، دي أباجورة، لكن الجسم بتاعها عبارة عن كاس. كل حاجة كأنك في شم النسيم، تحس ألوان كلها مبهجة ومفرحة، ولا يمكن تجيب الاكتئاب. وهنا في غرفة من الغرف محطوط صورة حسن مختار زوجها الله يرحمه، حتى الفوانيس معمولة بطريقة لطيفة بتبرز جمال المكان ومنورة من الداخل. فعلا زوها راقي جدا 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 الله يرحمها، كانت ست جميلة، كان الكل بيحبها. أما بخصوص حكاية الثروة، ففي حساب كتب إن آخر رسالة ليها: أقر أنا رجاء الجداوي بتوزيع ثروتي على الشعب المصري. وظهر بعد كده تكذيب، وإن الكلام ده كله شائعات وما حصلش، بس الناس بتحب لايكات وشير والكلام دهوت على حساب حد لا ما يصحش طبعا، كله كان كذب وشائعات. الله يرحمها. هنا مع بوسي شلبي، وهنشوف برضو أسرار تانية عنها، كانت ست شيك جدا. أخيرا الحمد لله الحلم أصبح حقيقة. قدرنا بمساعدتكم المادية ومساعدتكم الإنسانية لمستشفى البهية إن إحنا نجمع مبلغ 21 مليون جنيه. ده معناه إيه؟ معناه إن قائمة الانتظار بدل 45 يوم أصبحت 21 يوم. شيء جيد جدا جدا. الحمد لله. إحنا بنشكركم جدا، وبشكر مستشفى البهية اللي أنا بعتبرها سند ووتد، سند المرأة في حالة مرضها. شكرا لك. نعى الفنان الكبير عادل إمام الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وكتب على حسابه على انستجرام من ساعة واحدة فقط: وداعا الفنانة القديرة رجاء الجداوي، ونشر الصورة الحلوة ديت معاها. طبعا شاركته 20 سنة في مسرحيات اللي هي الزعيم والواد سيد الشغال، مشوار طويل طبعا. المهم للأسف حد علق على الكلمة بتاعته فقال له انت بعدها ما تخافش، فواحد رد عليه او واحدة كتبت: او ربما انت او انا، محدش بيعرف، محدش، لا احد يعلم، ده مش كلام. طبعا للأسف حالة تنمر في الوطن العربي كله، ربنا ينجينا منها. واحد تاني كتب له: محدش يرد عليه يا جماعة، هو فرحان بالكومنتات الكتيرة اللي بتجيله، ما تعطهوش الهدف بتاعه. أيضا الفنان صلاح عبد الله كان متأثر قوي من حالة التنمر على رجاء الجداوي، وكتب على حسابه على تويتر: رجاء ماتت، فيانتم هل ستقارنون كيف ماتت مع موت شخص آخر؟ هل ستحسدونها على السرير اللي ماتت عليه والمدفن اللي هتبات فيه؟
ولا هيكون الختام للغل الفتحة والدعاء؟ فيا أيتها القلوب الصالحة المتسامحة الراضية الطيبة البيضاء، أسألكم بل أرجوكم الفتحة والدعاء لرجاء الجداوي. ونشر الصورتين دولت، هو بيقول لها مالك يا رجاء حزينة ليه؟ فهي كأنها بتقول له شفت بيقولوا عليا ايه؟ وبعد كده يا سلام ايه اللي فرحك فجأة كده؟ قالت له خلاص رحت للأعظم الأكرم الأرحم. فواحد رد عليه برضو ما سابهوش في حاله، راح كاتب له ايه؟ مشكلة جيل حضرتك انكم مش قادرين تفهموا احنا بنفكر ازاي، او حتى تحاولوا تفهموا دماغنا. الموضوع عمره ما كان حقد او غل او اي نوع من الكراهية، بالعكس احنا نفسنا كل مواطن واي مواطن يلاقي الاهتمام ذاته لا اكثر. ربنا يرحمها ويغفر لها. اليوم الاحد 5/7 2020، انتوا ايه رأيكم في الكلام ده؟